السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكما العاده هذا الفيديو طلبا مشتركه معنا في القناه، ان شاء الله برك تكون تفرج فيديو وان شاء الله يعجبها واكدت لي على الطريق. بالنسبه للطريق البنات بديتها لكم من روبوا تاع بيبينيير باش نروحوا الجامعه تاع ليستو. كما العادة البنات ما تنساوناش بالجام وبالبارتاج وبالاشتراك، وربي يحفظكم الجميع ان شاء الله. ونشكر كاع خواتاتي الجداد والقدام والتعليقات تاعكم، ما شاء الله عليكم. شعمل مره نحمد ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ما شاء الله عليكم. الحمد لله لي زابوني تاعي ما شاء الله كاع ناس طيبين، من كلامكم من تعليقاتكم باينين بلي ناس محترمين وطيبين، وان شاء الله ربي يكثر من تالكم. بالنسبه لهذا المحل كما قلت لكم طلبا، هذا طلب تاع مني طلبا، الحمد لله هذا طلب طلباته مني. شوفوا طلبا طلبني، شوف روحي طلباته مني مشتركه معنا في القناه بامبي. بون بالنسبه لهذا المحل قدام جامعه تاع ليستو، هو كي يقول لكم قدام جامعه تاع ليستو اكيد ما غاديش تعرفوا اكزاكت، مع لي باتيمو اون فاس كاين كافيتيريا كاين، هو جا كاع في الكوان، قاعد تحت وجاي في الكوان ما باينش حتى لتم. ليسونسييل ان شاء الله برك هذه اللي طلبت مني هذا المحل ان شاء الله تكون تفرج ويعجبها، واللي يعني دايت لها اي تاخير على اي محل تكتب لي. كيما هذه الاخت كتبت لي ما شاء الله كل ما ندير فلوك تكتب لي وتفكرني، وما شاء الله عليها فريمون عجبتني ما شاء الله. الا ما حطيت لهاش هذا الفيديو يعني انا مانيش باغيه نحطه، ماشي نقول نسيته ماشي نقول ما شفتش التعليق، واحد يهضر الصح. هنا وصلنا عند الجامعه تاع ليستو البنات، وكما العاده الطاكسي ما دخلناش الداخل. هذوك لي باتيمون اللي شفتوهم اللي اون فاس هذوك هما ماشي هذو لي باتيمون، لا لي باتيمون هادو اللي جايين اون فاس الجامعه تاع ليستو. دونك قالي ما نجي ندخل هنايا لا بيسك سيتيرا، مي كاين من هي طابي ما بغاش يدخل، ما عليناش نساعفوهم. بون هنايا راه كاين محل دوك نوريه لكم، هاي الجامعه تاع ليستو والمحل راه جاي كف الكوا ها ولاك قاعد في التالي. بون صورت حاجه خفيفه باسكو الناس كانوا واقفين، راكم عارفين صورت خفيفه ظريف، هما قالوا لي صوري عادي ولكن راكم عارفين اختكم. هذا هو المحل دوك نوريه لكم البنات، جاي في الكوا هذا هو عليها قلت لكم ما يبانش. فوالا وهنا البنات تاني تنجموا من عند رومبا تاع النقاش، وراكم طالعين ليستو تطلعوا غير نيشان، تنجموا تدخلوا غير من الا كنتو باللوطو، تاني تنجموا تدخلوا ولا 51 وما مو 51 يفوت على هذا الطريق تاني. وهذه هي ان شاء الله برك يعجبكم الفيديو وتكملوا معايا للاخير ان شاء الله. بالنسبه لهذا المحل عنده ديكور عنده اواني وكل مره عندها جديد، حطيت لكم مع البدايه الصفحه تاع على انستغرام وعلى الفيسبوك، وان شاء الله تدخلوا عنده اللي يعجبهم هذا المحل ان شاء الله يدخلوا عنده ويتبعوا معه، وكل مره يكون عنده جديد في الصفحه تاعه. يلا حبيباتي احبكم في الله، خلي لكم لهنا والراحه. سلام.
you.